السلام عليكم المشاهدين ديالي، كي دايرين؟ بخير. كنتمنى دائما تكونوا بخير وعلى خير، وكنتمنى دائما شلونك بخير؟ تشجعوني. انا وعدتكم دائما بالجديد، واليوم جيتكم بواحد العصير سحري اللي سميته انا سحري، اللي هو عصير باللبن، وكيجي غزال، وانا تنديرو بزاف، وتيجي بحال عصيري. غتجربوه وغادي يعجبكم. المهم دابا غادي نعطيكم المقادير. عندي واحد بطاطا مسلوقه، انا سلقت بطاطا ونقيتها، وعندي واحد خيزو مسلوق، وعندي السكر على حساب كل واحد، وعندي هنايا بنانه. غتسمحوا لي راني مخنوقه شويه حيت فيا الحساسيه، وعندي واحد كاس العصير ديال الليمون، وعندي واحد دانون فاني، وعندي واحد السيترو ديال اللبن. دابا غادي ندوزو لطريقة التحضير. غادي نجيب الكاس ديالي، ودابا غادي نبداو على بركة الله. بسم الله. وبالنسبة للبنات اللي باغي يدير يطرو ديال اللبن، ديرو جوج خزويات، وبطاطا هي اللي بغى يدير يطرو يدير جوج بطاطاس مسلوقين. بالنسبه لدانون، لا دانون غير دانون واحد، والبنان حتى بنانه وحده، صافي بركه. بسم الله. راه كيجي زوين البنات، راه دائما كنجربو كنديرو، كيجي غزال. هانتوما هنايا غندير انا جوج معالق، وكل واحد على حساب، كاين اللي كيبغي السكر بزاف، كاين اللي كيبغيه. انا غندير غير جوج معلقات، ودابا غادي نضيفو اللبن. ودابا غادي نمشي نعصرو، وانتوما كملوا معايا وغادي تشوفوا كيفاش كيجي. وكنتمنى دائما تدعموني، وراكم عارفين دابا القناه يلاه فتحتها، كنتمنى تدعموني باش دائما يوصلكم الجديد، وراه كاينين افكار جداد ووصفات جداد، وان شاء الله راه باقي المفاجات كتار. غير كنتمنى تدعموني ان شاء الله بحول الله، كاين غير الجديد وما يكون غير خاطر المشاهدين ديالي. هانتوما المشاهدين ديالي، العصير هو وجد، وكيف شفتوا راه ساهل في التحضير وما كيطلبش حتى المقادير بزاف. وكنتمنى تجربوه وتردوا عليا في لي كومونتير، وكنتمنى يعجبكم وينال الاعجاب ديالكم. دعموني بتفعيل الجرس وباش يوصلكم دائما الجديد، وبصحة وراحة.